مرحبا يا حلمين، كيفكن اليوم؟ جاهزين لحلقة جديدة لتعلم اللغة العربية؟ أكيد، لأنه أنتو كتير شاطرين. بس قبل ما نبدأ بحلقتنا لليوم، شو رأيكم نستمع للأغنية؟ المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحية أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم. جاهزين؟ تفهموا منيح الأغنية؟ تابعوا معي. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم. على المسرح شو منعمل؟ منمثل أدوار معينة، في شخصيات منشوفهم عم بيمثلوا دور لحدا. شخصيات فيه عديدة، شخصيات فيه عديدة، منشوف عدة شخصيات على المسرح، منها الطيب ومنها لئيم. حدا بيلعب دور إنسان طيب منيح لطيف، وحدا بيلعب دور إنسان لئيم، وهتكونوا لئما يعني مش منيح. للمسرحية أبطال يجري بينهم الحوار، في عنا أبطال بالمسرحية، شو بيعملوا؟ بيتحاوروا، بيحكوا مع بعض، في حوار بدور بيناتهم. على خشبة عالية مضيئة بالأنوار، منشوف في إضاءة على الممثلين. ليه؟ لحتى يعطوهم الدور اللازم. إذا حدا مثلا عم يحكي بسلطوا الضوء عليه، يعني بضو الضوء أقوى عليه لحتى نعرف إنه هيدا عم يحكي، أو إذا شي بطل معين إجا وعمل شي حركة كتير منيحة كتير مهمة، شو منعمل؟ منسلط الضوء عليه. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. شو يعني أبطال ترسم البسمة؟ بيرسموا، ترسم البسمة يعني بخلوا الجمهور يضحك يفرح لما يحضر هالدور هيدا اللي عم بيأدوهن. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. يلا عيدوا معي. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة، انتبهوا لمخارج الحروف، كثيرة عليه نقيم. شخصيات فيه عديدة، منها طيب ومنها لئيم. للمسرحية أبطال يجري بينهم الحوار، على خشبة، مش خشبة، أفضل نقول خشبة، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. وما تروحوا لمطرح لتتابعوا معي مع التمرين التالي. مثل ما لاحظتوا أحبائي، كاتبة على اللوح جملة: نثر حارث
وغيث ورودا على الممثلين. شو عم تسمعوا في حرف مكرر بهالجملة كتير؟ حرف الثاء. نثر حارث. شو يعني نثر حارث؟ حارث هو اسم إنسان. نثر حارث شو يعني نثر؟ وزع يعني رش. وغيث كمان غيث اسم إنسان. نثر حارث وغيث ورودا على الممثلين. سنضع دائرة حول حرف الثاء. نثر حارث. شو عم نسمع؟ وين صوت الثاء؟ بالآخر نضع دائرة. حارث وغيث. وغيث حطوا معي دائرة حوله. ورودا على الممثلين. ورودا ما عم نسمع فيها. الممثلين نضع دائرة. وهلأ رح نحلل هالكلمات التالية. أول كلمة شو شايفين على الشاشة؟ ثعلب. ثعلب كيف بنكتبها؟ ثع. ننتبه إنه الثاء مد إيدها لتمسك اللي بعدها. ثع. والعين كمان مدت إيدها لتمسك اللي بعدها واللي قبلها. ثعلب. لام. ننتبه نتذكر كيف نكتبها إذا مدت إيدها للي قبلها واللي بعدها. ثعلب. الباء بالآخر مدت إيدها للي قبلها. تاني صورة شو هي؟ مثلث. مثلث تاني كلمة. إذن مثلث. مو الميم مدت إيدها لتمسك اللي بعدها والثاء بالوسط كمان مدت إيدها لتمسك اللي قبلها واللي بعدها. مثلث. مثلث. لام أيضا. وبالآخر فمد إيدها للي قبلها. ثالث كلمة حارث. حارث. هذا الحارس اسمه حارث. فهمنا؟ إذن هيدا الإنسان بيحرس. شو يعني بيحرس؟ يعني بيوقف على المطارح لحتى يحميها. شو اسمه؟ حارث. يكتبوا معي حارث. حاء مدت ايدها للي بعدها لتمسك الالف والالف كمان مدت لها ايدها. حارث. راء مستقله والثاء مستقله. شو شايفين هلا؟ صورة ممثل. ممثل. ميم بالأول ماسكة إيد اللي بعدها. مو ما ومد إيدها الميم للي بعدها كمان. ممثل. لاحظتوا الثاء لما تكون بالوسط مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. ممثل. واللام بالآخر مدت لها إيدها للثاء. منتابع سوا. أربطوا بين الكلمات وحرف ثاء. يعني بدي أشوف كيف كتب الثاء بهالكلمات التالية. عنا صورة الثاء بأربعة أشكال. ثاء بأول كلمة مد إيدها للي بعدها. ثاء بالآخر مستقلة وحدها. ننتبه عنا شكلين بالآخر، إما وحدها وإما تمد يدها لمن يأتي قبلها. والثاء بالوسط مد إيديها اثنيناتهم. كلمة خبيث. خبيث مش لازم نكون خبثاء،
لأنه هيدي صفة مش حلوة بالإنسان. خبيث كيف مكتوب الثاء؟ بأي شكل؟ الأول؟ طبعاً لا. تاني؟ أكيد لا. بالوسط جاية؟ جاية بالآخر. مادة إيدها للي قبلها. نربط بيناتهم. خبيث. تاني كلمة. ممثل. ممثل. وين هيدي الثاء؟ بالوسط. بأي شكل بكتبها؟ الشكل التالي. ممثل. ثعلب. ثعلب. أي شكل؟ الأول. ثعلب. حارس. ثاء مكتوبة مستقلة. هيك منكون تذكرنا أشكال حرف الثاء كيف تكتب. هلا هون شوفوا منيح شو مطلوب بهالتمرين. أضيفوا ثاء في المكان المناسب. أول كلمة نثر. شو يعني نثر؟ تذكرتوا؟ نثر الورودة. شو يعني؟ رش الورود عليه. نثر. كيف منكتب الثاء بنثر؟ تذكروا شكلها. وين عم بسمعها أنا؟ بوسط الكلمة. لما تكون بوسط الكلمة شو ممكن؟ كيف لازم اكتبها؟ بدك تمد ايدها للي قبلها واللي بعدها، يعني بهالشكل التالي. نثر. تاني كلمة باحث. شو يعني باحث؟ باحث يعني عم بفتش على شيء. باحث يبحث عن أمر معين. أو كمان فيني أقول باحث يعني عالم، يعني عم بنبش على مسألة معينة ليحللها وليزيد معلومات عليها ويخبرها للعالم. باحث. كيف بكتب ساء بباحث؟ بالآخر بتذكر في حرف وصل قبلها، بمدها وبكفيها، تمسك إيد لقبلها. لقبلها. ثوم. ثوم. بتعرفوا انه الثوم كتير صحي ومفيد للانسان؟ وفي ادوية كتير تصنع من الثوم. ثوم. فلذلك لازم تحبوه للثوم وتاكلوا منه، تقولوا له للماما حطي لنا ثوم بالاكل. ثوم. باول الكلمة كيف جاية؟ مادة إيدها للي بعدها. رابع كلمة شو هي؟ ثرثار. ثرثار. اوعى تكونوا ثرثارين، يعني ما تثرثروا بالصف. شو يعني؟ يعني ما تكتروا حكي وتزعجوا المعلمة وتزعجوا رفقاتكم وبعدين انتوا بتلتهوا وبتخسروا. ثرثار. في عنا شكلين للثاء. أول شكل، هل هو مشابه للثاني أو لا؟ ثرثار بأول الكلمة، شو به؟ مد إيدها للي بعدها. يه. وبوسط الكلمة كمان مد إيدها للي بعدها. أقول لكم ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأنه شو سبق للثاء هون بأول بوسط الكلمة؟ شو سبق؟ حرف الراء يلي ما بيمسك ايد حدا ابدا من بعده. منقول له الراء حرف فصل. فهمنا؟ يعني ما بيمسك ايد الثاء. بعدين تابعوا معي، شو اقول لكم هالكلمه؟ ثو لا ثاء. ثلاثاء. من شو الثلاثاء؟ من أيام الأسبوع طبعاً، أكيد عرفتوها. ثلاثاء. كيف مكتوب الثاء بأولها؟ مد إيدها لتمسك اللي بعدها. ثلاثاء. وأيضاً ثاء بالوسط الكلمة، مد إيدها لتمسك اللي بعدها. ليه؟ لأنه قبلها ما في حرف وصل. هيك منكون تذكرنا حرف الثاء كيف نكتبه في هذه الكلمات ومن خلال هذه الكلمة. هلأ منتابع مع التمارين التالية.
ثلاجة، ثعبان، ثياب، ثور. بهالتمرين أحبائي بدي منكن تحطوا ورقة قدامكن وترسموا إيدكن، ورح نرسمها سوا. ترسموا إيدكن ليه؟ حتى نتعلم سوا أسماء الأصابع، أصابع اليد. شو اسم كل أصبع؟ نكتبها قدامنا. رسموا إيدكن مثل ما أنا عم برسمها. هون أنا رسمت إيدي، وهلأ بدنا نتعلم سوا أسماء الأصابع. رسمتوها؟ الأصبع الأول، الأصبع الأول شو اسمه؟ مين بيتذكر؟ أنا ذكرتهم مرة واثنين يمكن. اسم الأصبع الأول إبهام، اكتبوها معي. إبهام، نكتب همزة بالأول، بعدين باء، بعدين هاء، وألف طويلة، ومن ثم ميم. إبهام. هلا تاني أصبع شو اسمه؟ السبابة، السبابة. ال بعدين سين، باء، ألف، باء، وتاء، السبابة. والأصبع الثالث شو اسمه؟ الأصبع الثالث، طلعوا الأصبع الثالث، في قبله أصبعين وبعده أصبعين، شو منسمي؟ ماذا نسمي هذه الإصبع؟ شو منسميها؟ الوسطى. اكتبوا معي ال بعدين واو، سين، ط، وألف مكسورة، الوسطى. أما الإصبع الرابع فشو اسمه؟ رابع إصبع بنصر، اكتبوها معي بنصر، باء، نون، صاد، وراء، بنصر أو البنصر. والإصبع الخامس الصغير شو اسمه؟ خنصر، خن صر، خاء، نون، صاد، وراء. نعيدهم سوا. إبهام، إبهام. السبابة، الوسطى، بنصر، خنصر. عدون معي وجربوا قرون. إبهام، السبابة، الوسطى، بنصر، وخنصر. وهيدي شو اسمها؟ نحنا منقول الكف، صح؟ نكتب كف اليد، كف اليد بالوسط، أو كمان فينا نقول راحة اليد، راحة اليد. إذن
كف اليد وراحة اليد. ارجعوا قرون معي. الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر، وكف اليد أو راحة اليد. وهيك بتكونوا تعلمتوا أشياء جديدة اليوم. أسماء الأصابع شو هي؟ احفظوهم منيح. كتبتمون؟ أحسنتم. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا بدي إلكن إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة. للمسرح أنواع عديدة جميعها مسلية ومفيدة، تشمل التمثيل والموسيقى، توجه رسائل عميقة لجميع الفئات العمرية. في المسرح نلهو ونمرح، والجمهور بنا يفرح.